قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلينا نروح للمية عشان نتعرف منها على أخبار المرور في الشوارع، ونعرف كمان المحاور اللي فيها زحمة والمحاور البديلة. صباح الخير عليك يا لمية. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. وتعالوا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبية. نروح عند كوبري الجلاء، هناك هنلاقي في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وكمان عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار، وكمان عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الموضوع أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات. في الجيزة خلونا نستعرض هناك الحالة المرورية، ونبدأ من شارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية، وفي شارع الهرم كمان الرئيسي بيشهد بعض التباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين ومكملة لحد الطلبية. كثافات للمتجه كمان لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين. تعالوا نروح لمحافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة هناك بتشهد سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما هنوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبتدي تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل للطريق الدائري في المحافظة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحدر إسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد بالنا ونشوف طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6.